ما هي خواطرك في هذه الأيام؟ أنا أول خاطر لي أنها أكدت لي إخلاصي فيما قمت فيه، لهذا كتب الله القبول لكل كلمة أقولها، ولولا ذلك لما أقبلت الآذان على سماعي، والآذان حين أقبلت على سماعي مرة لا تعود إلى سماعي مرة أخرى إلا إذا كانت قد أحست بشيء في مواجيدها، وإلا لزيدت في هذا السماع.